صباح الخير، السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا كلكم لاباس. اليوم الخوت غنمشي في جولة قصيرة مع العائلة، غنمشي ونكتشفوا سميتو غندورو في شوارتسوالد، وبغيت ناخدكم في هاد الجولة قصيرة. غير تذكير الخوت، فشوارتسوالد يعني الغابة السوداء، إلى جيت تترجمها للعربية فهي أكبر غابة اللي كاينة في ألمانيا. فغنمشي ونكتشفوا هاد الغابة، كما كتعرفوا فأخوكم كيعجبو التصوير، فاليوم غنجربوا هاد التامرون على الخوت لانس، ولا الاوبجيكتيف كما كيقولوا بالالمانيا لانس 2875. فغنجربوها الخوت، فمنها غنتساراو مع العائله في شوارتسوالد، ومنها غنجربوها التامرون الخوت. فراني ديجا وجدت كل شيء، شوف غنديروا تما بيكنيك الخوت. فاليوم كما قلت لكم غنمشيو مع العائله، شوف كل شيء موجود الخوت، حتى الغوكساك ديال الكاميرا حتى هو موجدو، فما كان غير الدرون والكاميرا الخوت. شوف انا اخذو ميني برو 3 والتامرون الخوت، فغنمشيو فهمتي منها نتساراو، يعني نبدلو شويه الجو، نتساراو في الغابه ديال المانيا، ومنها نصورو شي فيديو ونشارك معكم الغابه السوداء في المانيا. الخوت هاد البلاصه مشهوره بهاد سميتو بهاد القبعات شوارتسوالد، في الغابه ديال شوارتسوالد هي معروفه بهاد القبعات الخوت. شوف هذا هو الباركينغ الخوت، فين باركينغ ما كاين حتى واحد فهمتي اللي يجي عندك ويقول لك اعطيني 10 دراهم، يعني باركينغ فابور الخوت في وسط الغابه. شوف الخوت هنا واحد المحل كيبيعوا لي سوفينير ديال شوارتسوالد الخوت، فهاد البلاصه معروفه كما قلت لكم بالنحله الخوت، ها حتى هما عندهم العسل بزاف. هذيك القبعه اللي وريت لكمها دايرين هنا على القفاله ديال العسل الخوت. واش معروفه هاد البلاصه الخوت؟ فهي معروفه بسميتو كوكوس بوا هاد الساعات الخوت. فهما معروفين بهاد الساعات الخوت كوكوس او شوارتسوالد. شوف الخوت، الثمن ديال هاد القبعة كما قلت لكم 21 أورو، يعني 22 أورو تقريبا. فهاد البلاصة معروفة بهادو الخوت. نجرب شي وحدة، نجربو شي وحدة الخوت. كي جاتك الخوت ناخدوها ولا ما ناخدوهاش؟ 21 أورو الخوت الثمن ديال هاد القبعة هادي ديال شوارتسوالد. طيب إلا جيت بحال الفايكينغ الخوت. اسمحوا لي الخوت غلطت، فهاد القبعة ماشي للرجال الخوت، فهادي مخصصة للعيالات ديال هاد المنطقة. غير السوفي دي هايسن السمع ديالها، ما عرفش الخوت السمع ديالها. هات شتي تخوف، تبيع كاع الخوت. اي شباب بس هسوق فون تاك ما Mit, aber das ist für Frauen, oder? Nein, das sind viele Männer immer auch. Halt mal kurz. Mal der mal kurz, der hat mit dir gesagt, jetzt bald hier Russe, ja, kurz. Jetzt komm mal. Sehr schwer ein Russe. Tschetschenien, oder? Oder Tschetschenien. Oder? Thank you.
فالخوت من بين الاشياء، يعني من بين الاشياء اللي معروفه بهم هذا المنطقه ديال شبار تبار ولا الغابه السوداء، هي هذا فهمتي. الا جيتي لشبار تبار ولا لهاد البلاصه ديال مومزيفه ضروري خصك تذوق نيلزن كو بها اسمها لينزا تورتا. السميه ديال لينزا تورتا الخوت، فكاينه جوج، فكاينه وحده يعني عاديه بحال هادي، وكاينه شبار تبال تورتا. ابا شبار تبال تورتا الخوت فهي بلانكون يعني بالكحول، اما هادي لا لينزن تورتا الخوت. دابا خدينا واحد فهمتي جوج كافي ولينزن تورتا قدام هاد مومل ديال الخوت. الثمن ديال هادشي كامل 11 اورو تقريبا. ابا ستروك ما يمكنش نشلاش شمك في تينكس في ان فاينختن في اس اس فاينختسكيبك يا جماعة تسمت في الحيط فيه تسمت دار الخوت بس نشلاش هسو كان شحال هذه واحد الخرافه اللي الناس كانوا كيعتقدوا هنا كانت ساكنه واحد حريه البحر الخوت. هذه الخوت اللي غنضربوا عليها دور هذه حريه ديال البحر الخوت. شحال هذه الناس كانوا كيعتقدوا بلي هذه البلاصه ساكنه فيها حريه البحر الخوت. هذه على الخوت ناخذكم في دوره صغيره على هاد مومزي. فهاد مومزي الخوت هي كتعتبر من اشهر البحيرات اللي كاينين في شوارتبال في المانيا. فالعرض ديال هاد مومزي الخوت تقريبا 192 متر، والعمق ديال هاد البحيره 18 متر. فهاد البلاصه الخوت في وقت الشتاء يعني في وقت اللي كيكون هنا الثلج بزاف، فهاد البلاصه في هاد البحيره كتكون كلها جامده. البحيره كامله شوفها كتكون كلها جامده، فكاين بزاف ديال الناس يعني الاطفال اللي كيجيو لهاد البلاصه وكيديروا هنا التزحلق على الجلي ديال الخوت. هاد البلاصه معروفه في المانيا مومزي شبارتسبالت. شوف ناخذكم في دوره حول هاد مومزي الخوت. ما عارف هاد البيلت الخوت، انا نقول لكم ها هذا بالسميه ديالو بالالمانيه فليغن بيلت. كاينين بزاف ديال الشباب ولا ما نعرف شنو يعني بزاف ديال الناس في المانيا كيمشيو للغابه كيقلبوا على فليغن بيلت الخوت، فكيطيبوه وكيرجعوه بحال دروغ الخوت. فهذا ما صالحش للاكل الخوت، رغم داكشي كاينين بزاف ديال الشباب كيقلبوا على فليغن بيلت وكيرجعوه بحال مخدر. فليغن بيلت بالالمانية لا إله الخوت. وقفنا في وسط الطريق باش نجمعوا كاستانين، فهاد البلاصه عامره بكاستانين الخوت. اللي ما عارفش كاستانين الخوت، هادو هما كاستانين فهمتي كيتكالوا في المانيا، فغنجمعهم الخوت. هادو مشوكين. فشوارتسوالد معروفه بكاستانين الخوت، بشجره الكاستانين. دابا نخلي السميه ديالها بالعربيه. هادو كيتسكالو في المانيا الخوت، عندهم مذاق واعر. هادو هما كاستانين الخوت مشوكين. فشوارتسبالد معروفه بكاستانين، شجره كاستانين الخوت، عندهم واحد المذاق واعر. هاد الحبه ديال الخوت هادي نعمرو الخنشه.
الخوت الله يجعل البركه والله الا الخنشه عمراتها بكاستانيا في وسط الطريق الخوت وسط الغابه. الا جينا لهنا فضروري خصنا نديو شي حاجه من شبار طبال، واحسن حاجه الخوت كاستانيا عندهم وذاق واعر في المانيا. عمرنا الخنشه صل خوت دابا وصلنا للغاردن. هاد هما الكميه ديال الكاستانيا اللي جمعنا فهاد البلاصه ديال شبار صبال بغيده على بعيد على هاد الباك تقريبا الخوت شي ساعه و40 دقيقه. كما قلت لكم الا كنت تتم المحبين ديال الغابه والبحيرات حتى الا بغيتي تجمع كاستانيين بحالي انا فشبار صبال فهي معروفه بشجره الكاستانيين الخوت اسبا يعني اسباغا كاستانيين يعني الكاستانيين اللي عندك تاكل الحق تاكلهم الخوت. فالخوت كما قلت لكم دابا وصلت للغاردن غنخلي الكاستانيين هنا كن غدا ولا مور غدا ان شاء الله نجي نقيهم وناكلهم الخوت. فنتمنى يكون عجبكم الفلوق. فاليوم كانت جوله قصيره داخل شبار تبارك شفنا مومن زي. فنتمنى يكون عجبكم الفلوق. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد بلاصه جديده. تهلاو فراسكم الخوت. تشاو.